كشفت وزارة الداخلية تعريفات الأماكن العامة وضوابطها الصحية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات المختصة في هذا الشأن. وأوضحت أن الأماكن العامة يقصد بها المفتوحة غير المغطاة وغير المحاطة بحدود. يقصد بالأماكن المفتوحة تلك الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود، مثل الحدائق العامة وأرصفة المشاة التي تكون مفتوحة للجميع دون اشتراطات أو ترتيبات للدخول من جهة منظمة أو مشرفة. لا يشمل ذلك الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوها، حيث يجب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء الحضور في تلك الأماكن والمناسبات والفعاليات ونحوها. على جميع المواطنين والمقيمين الذين مضى 6 أشهر على اكتمال تلقيهم التحصين بجرعتين إلى المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية، وذلك بهدف تعزيز مناعة المجتمع.